شهدت مدن وبلدات ريف دير الزور حركة نزوح هي الأكبر إلى مخيمات عين عيسى في ريف الرقة الشمالي هربا من جحيم المعارك الدائرة بين تنظيم داعش من جهة وروسيا ونظام الأسد وقوات سوريا الديمقراطية من جهات أخرى. وقال ناشطون من ريف دير الزور إن قرابة 5000 عائلة وصلت لمخيمات عين عيسى قادمة من دير الزور وسط أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة.